هاد النداء كنوجهو للسيد العامل، حنا في دوار الخوارقه ودوار كامل جوج دواوير جماعه جناب به اقليم اليوسفيه. هاد الوليدات راه محرومين من المدرسه، وليدات راه مكرفسين ومنهم ذوي احتياجات خاصه كيضربوا الطريق، راه من العيب والعار. حنا في 2024 وباقي كنعانيو من التمدرس العالم القروي. خويا كنعانيو من التعليم الاولي، ورساله للسيد العامل والمدير الاقليمي التعليم. وخويا هاد الوليدات هادو ضايعين من التعليم اول حاجه، وكاين الطريق كاين كيقراو في واحد الدوار اخر اللي هو كيضربوا 5 كيلومتر الي وروتور كيمشيو كيجو. كنوجهوا نداء السيد العامل والمدير التعليم، راه بغينا شي مديري سنه، راه الدراري راه مكرفسين، لا ترقى لا بولا، الطريق راه مكرفسه بزاف، كتجي شي شتاك وتقول لك كل حفاري. انا الناس خويا تعاونوا معنا في هاد الدراري هاد ديال المدرسه، راه حنا مكرفسين في هاد المدرسه، عندنا الدراري خويا معاقين، عندنا خويا هاد الوليد هو راه عنده 16 عام وكيمشي سبع سنين، هو كيمشي 5 كيلومتر كيديها وكيجيبها. السلام عليكم، الله يجزيك بخير. اول حاجه قبل كل شيء نشكركم الاخوان على الحضور ديالكم باش تنبيو النداء ديالنا، الله يجزيكم بخير. وهاد النداء كنوجهو للسيد العامل، حنا في دوار الخوارقه ودوار الحاج هادم، حنا جوج دواوير جماعه جناب به اقليم اليوسفيه. هاد النداء ديالنا كنوجهو للسيد العامل، الله يجزيك بخير. هاد الوليدات راه محرومين من المدرسه، وليدات راه مكرفسين ومنهم ذوي احتياجات خاصه كيضربوا الطريق، راه من العيب والعار. حنا في 2024 وباقي كنعانيو من التمدرس العالم القروي، راه حاجه واش سيدنا كيضل في الخطابات ديالو كيوجه التعليمات ديالو للتمدرس العالم القراوي، راه اللهم ان هذا منكر. فين هما المسؤولين؟ فين هما المرشحين؟ فين هو العضو؟ راه من العيب والعار هاد الوليدات، راه واخدين لهم حقهم، راه حشومه، راه عيب وعار صاحبي هاد الدراري هادو. اقسم بالله لا تشوف هاك المنظر الى لحاله. والطريق اول حاجه الطريق راه عندنا جوج قناطير، هذيك الطريق هي الوحيده من كنمشيو نتحركوا، الا خطرنا هاك الطريق ما كاينش من ندوزو، والاناره عموميه، محرومين من كل شيء، لا مدرسه لا طريق لا اناره عموميه. وهذا الشيء راه عيب وعار. هذا النداء ديالنا كنوجهو للسيد العامل، الله يجزيك بخير. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان هاد الناس تكون واحد الالتفاته لهاد الدوار، راه بحال اللي ما كاينش في الخريطه. السلام عليكم خويا. دوار خوارقه جماعه جديد باقليم اليوسفيه. خويا كنعانوا من التعليم الاولي، ورساله للسيد العامل والمدير الاقليمي التعليم. وخويا هاد الوليدات هادو ضايعين من التعليم اول حاجه، وكاين الطريق كاين كيقراو في واحد الدوار اخر اللي هو كيضربوا 5 كيلومتر الي وروتور كيمشيو كيجو. خويا كاين عندنا وليدات معاقين كيمشيو كيجيو، ما كيقدروش، لما داوهم ما يمشوش، ولا ما جابوهم ما غاديش يجو. خويا كنعانو، بغينا شي الحل لهاد الوليدات هادو، وبزاف المشاكل كاين، البولات ما كاينينش ديال الدوار، الطريق ما مصيباش، كاين جوج قناطير ما مصيبينش. وشكرا اخويا. السلام عليكم، حنا خويا في دوار خوالقه جماعه جنان بويه اقليم اليوسفيه. كنوجهوا نداء السيد العامل والمدير التعليم، راه بغينا شي مديري سنه، راه الدراري راه مكرفسين، لا ترقى لا بولا، الطريق راه مكرفسه بزاف، كتجي شي شتاك وتقول لك كل حفاري، الطوموبيل راه ما كدوش، بغينا شي مديري الله يرحمه، الدراري راه مكرفسين بزاف. ما يمكنش الدري يضرب لي 3 كيلومتر ويرجع ب 3 كيلومتر، هي 7 كيلومتر الي وروتور بزاف عليه. ما يمكنش انا الام ديالها تنوض مع 6 الصباح توجد لي الفطور وضرب 300 كيلومتر، ضرب 300 متر باش يمكن لها تبقى مقابله نص ساعه هذا يوصل، ورجع ثاني مع 12 تبقى مقابله نص ساعه باش يرجع ثاني مخلوع عليه، راه ما يمكنش. كنوجه النداء السيد العامل مع المبر. السلام عليكم خويا. بغينا الناس خويا تعاونوا معنا في هاد الدراري هاد ديال المدرسه، راه حنا مكرفسين في هاد المدرسه، عندنا الدراري خويا معاقين، عندنا خويا هاد الوليد هو راه عنده 16 عام وكيمشي سبع سنين، هو كيمشي 5 كيلومتر كيديها وكيجيبها. وعندنا دراري صغار مكرفسين، وعندنا خويا دريات عزبات كيمشيو بالخلا ويجيو بالخلا، الله يرحم الوالدين. وبغينا من هاد الناس مسؤولين تعاونوا معنا، الله يجزيكم بخير. احنا بغينا شي قيتم لهاد الدراري، ها هما فين يتمتعوا، ها هما الله يرحم الوالدين، راه محرومين من التعليم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.